بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اليوم محمد هشام، محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي. هقدم لكم النهاردة محاضرة بعنوان كيف تحدد نموذج السلطعون على الرسم البياني، أو باللغة الإنجليزية نموذج أو كراب باترن، في سلسلة بدأناها بداية الشهر الحالي أو نهاية الشهر اللي فات وبداية الشهر الحالي عن نماذج الهارمونيك وتداول التداول التوافقي. وزي ما عرفنا ان التداول التوافقي او الهارمونيك احد طرق التحليل الفني اللي ممكن نستخدمها في سوق العملات الأجنبية او سوق الأسهم او غيرهم من الأسواق المالية. وفي تداول الهارمونيك زي ما اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت وزي ما هنتكلم في محاضرة النهاردة، انه بيستخدم نماذج محددة وفقا لمستويات تصحيح او امتداد فيبوناتشي. وبناء على تكوين النماذج ونسب فيبوناتشي، في التداول التوافقي أو الهارمونيك بيحدد مناطق الانعكاس المحتملة، وبالتالي بيقول لي ممكن أدخل الصفقة بتاعتي فين. ونماذج الهارمونيك هي نماذج انعكاسية ممكن تشير إلى تغير اتجاه الأسعار، وممكن يكون ده مجرد تصحيح مؤقت أو تغيير فعلا في الاتجاه. ومفيش مؤشرات فنية بيتم استخدامها في تداول الهارمونيك باستثناء نسب فيبوناتشي اللي هي التصحيحات والامتدادات بتاعة فيبوناتشي. وعشان نقدر نتداول نماذج الهارمونيك بشكل فعال أكتر، وخاصة الكراب باترن أو نموذج السلطعون اللي هنتكلم عليه في محاضرة النهاردة، زي ما قلت أكتر من مرة، لازم نفهم ونعرف كويس تكوين النماذج ديت ونسب فيبوناتشي اللي بتؤكد تكونها واكتمالها عند النقطة دي. وأحيانا حتى اختلاف صغير في النسب ممكن يخلي النموذج سليم أو مش سليم، أو ممكن يحوله نموذج تاني مختلف. مثلا بدل ما يبقى نموذج جارتلي يبقى نموذج فراشة. عشان كده مهم جدا نعرف النسب كويس جدا ونبقى حافظينها وعارفين إن النسبة الفلانية لما بتتحدد بتديني نموذج فراشة، جارتلي، سايفر، أي منهم ببقى عارف النقطة دي بتعمل تصحيح عند كام، والنقطة دي نقطة الانعكاس بتبقى عند المستوى فيبوناتشي كام. ونبتدي في محاضرة النهاردة، ونبتدي بأول سؤال وأول استفسار، وهو ما هو نموذج السلطعون أو الكراب، أو أحيانا بيتقال عليه نموذج الكابوريا. هو زي ما مكتوب قدامنا كده، نموذج فعري يتكون من 4 أضلاع، وهو نموذج انعكاسي يتم استخدامه لتحديد نهاية حركة اتجاهية أو بداية حركة تصحيحية أو اتجاه جديد. وزي ما احنا شايفين قدامنا، زي بقية نماذج الهارمونيك بيتكون من 4 أضلاع وخمس نقط، هي الاكس والاي والبي والسي والدي. تم اكتشاف نموذج السلطعون سنة 2001، وزيه زي بقية نماذج الهارمونيك هو نموذج انعكاسي. وبالتالي هيكون عندنا نموذج هبوطي بيشير لاحتمالات انعكاس السعر للهبوط، وعكسه نموذج صعودي بيشير لاحتمالات انعكاس السعر للصعود عند النقطة دي. وكحال بقية نماذج الهارمونيك، بيتكون نموذج السلطعون من 5 نقط، هي الاكس والاي والبي والسي والدي، عشان يكون 4 أضلاع، هما اكس اي بي اي بي والبي سي واخيرا السي دي الضلع الاخير. وفي حاجة بتميز نموذج السلطعون، هي الحركة الحادة او القوية في الضلع الاخير سي دي. هتلاقيه مختلف شوية عن بقية النماذج اللي شرحناها قبل كده زي الجارتلي والفراشة والسايفر. هنلاقي ان السي دي الحركة بتاعته شارب الى حد كبير، وهنتعرف دلوقتي على شروط تحقق او تكون نموذج الكراب زي ما هو مرسوم قدامنا في الرسم هنشرح دلوقتي.
عرفنا زي ما عرفنا في المحاضرات اللي فاتت شروط تحقق كل نموذج ونسب فيبوناتشي المحددة لنقاط النموذج. تعالوا نبتدي بالنموذج البولش. زي ما قلنا الضلع اكس اي مفيش اي نسب محددة للضلع، وده ممكن يكون اي حركة على الشرط. نلاقي السعر اتحرك من النقطة اكس الى النقطة A، حركة عادية صعود، وعند النقطة A هيبتدي السعر ينعكس عشان يكون لي الضلع AB، وهنا لازم تكون النقطة B صححت من 38% 38.2% إلى 61.8% من الضلع XA. يعني النقطة B لازم تكون 38.2 إلى 61.8. من الناحية المثالية البيرفكت لازم تكون أقل من 61.8. بعد النقطة B هيبتدي السعر يمشي تاني في نفس اتجاه الضلع XA عشان يكون لي الضلع BC، وهنا النقطة C لازم تكون صححت من 38.2% لحد 88.6% من الضلع AB. ولازم النقطة C عشان النموذج يبقى صحيح وسليم، النقطة C ما تتجاوزش النقطة A. بعد ما يوصل السعر للنقطة C يبتدي يتكون الضلع الأخير والضلع الأهم في النموذج، وهو الضلع CD. عشان توصل النقطة دي وتكون وصلت للمستوى امتداد فيبوناتشي 161.8 من الضلع XA، وقد يمتد إلى مستوى امتداد فيبوناتشي من الضلع BC عند 261.8 إلى 361.8 من الضلع BC. نفس الحال على النموذج البيرش أو النموذج الهبوطي. هنلاقي إن الضلع XA حركة عادية على الشورت، حركة هابطة. هيجي عند النقطة A ويبتدي ينعكس السعر ويكون لي الضلع AB، والنقطة B زي ما قلنا لازم تكون عند 38.2 إلى 61.8. بعد ما يوصل السعر للنقطة B هيبتدي ينعكس السعر مرة أخرى هيبتدي السعر ينعكس مرة أخرى من النقطة B إلى النقطة C، ولازم تكون النقطة C صححت 38.2 إلى 6.10، وزي ما قلنا في النموذج البوليش لازم النقطة T ما تتجاوزش النقطة A عشان يبقى النموذج سليم أو صحيح. بعد ما يوصل السعر عند النقطة C هيبتدي ينعكس السعر مرة أخرى ويكون لي الضلع الأخير في النموذج اللي هو CD، وزي ما قلنا في النموذج البوليش لازم يكون النقطة دي عند امتداد فيبوناتشي 161.8 من الضلع XA، وده ممكن يمتد إلى 261.8 إلى 361.8 من الضلع BC. كده عرفنا شروط تكون نموذج السلطعون أو الكراب، أو أحيانا بيقال عليه نموذج الكابوريا. أستاذ وليد الغامدي بيسأل بيقول هل النموذج يدخل في الخفاش أو الجارتلي وشكرا. زي ما قلنا يا استاذ وليد ان نسبه الفيبوناتشي بتاعه انعكاس النقط بتاعه النموذج هي اللي بتحدد لي نوع النموذج.
يعني مثلا في نموذج الجارتلي هنلاقي ان النقطه بي لازم تصحح 61 و8 من 10، وفي نموذج الخفاش بيبتدي او بتكون النقطه بي من 38 و2 من 10 الى 50%. اما في نموذج مثلا الفراشه بتكون النقطه بي عند النقطه او التصحيح فيبوناتشي 78 و6 من 10. فالنسبة أو النقطة بي هي اللي بتحدد لي نوع النموذج، وهي اللي بتحدد لي بعد كده هقيس المسافة بتاعة الأضلاع الباقية عند كام، أو نسبة فيبوناتشي كام. كده عرفنا شروط تحقق النموذج بتاع السلطعون. في نموذج آخر للسلطعون وهو الديب كراب. في نموذج تاني للسلطعون وهو نموذج السلطعون العميق أو ديب كراب باترن، وده بيختلف شيء بسيط عن النموذج العادي في حاجة واحدة، وهي النقطة بي أو الضلع اي بي. بتكون تصحيح النقطة بي عند 88.6 من 10% من الضلع اكس اي في الوقت اللي كان فيه نموذج السلطعون العادي، بتكون النقطة بي من 38.2 من 10 إلى 61.8 من 10 من الضلع اكس اي. ف النموذج بيتكون قدامنا اهوت، النقطة بي عند 88.6 من 10، النقطة سي عند 38.2 من 10 إلى 88.6 من 10، والنقطة دي بتبقى امتدادها 161.8 من 10 من الضلع اكس اي، أو قد تمتد إلى 224% إلى 361.8% من الضلع بي سي. كده عرفنا شروط تحقق النموذج لنموذج السلطعون ونموذج السلطعون العميق أو الكراب والديب كراب. هنيجي بعد كده لاستراتيجية تداول نموذج السلطعون. زي ما قلنا في المحاضرات السابقة لكل نماذج الهارمونيك، إنه أحد أفضل طرق التداول في سوق العملات الأجنبية بسبب نسبة العائد من المخاطرة الممتازة اللي بتحققها من تداول النماذج بتاعة الهارمونيك. وقلنا إن في ثلاث عوامل الرئيسية بتبقى بتطبق على جميع استراتيجيات التداول، هي نقطة الدخول بتاعتنا وأمر وقف الخسارة وأمر جني الأرباح. فبمجرد ما يتم التأكد من صحة النموذج بيتم دخول الصفقة بعد اكتمال الضلع سي دي. وعلى الرغم من إن الضلع سي دي مش دايما بينعكس من المستوى 161.8 من 10 بالظبط، إلا ممكن عند النقطة ديت أو قبلها بحاجة بسيطة يبتدي السعر يتحرك وينعكس اتجاهه قبل المستوى ده. ممكن نخش الصفقة قبلها، نحط مثلا أمر بيع معلق أو أمر شراء معلق قبل المستوى دوت وندخل الصفقة. ولكن من الأفضل دايما إن احنا ننتظر حتى تتكون النقطة دي، ومن ثم نحط أمر الدخول بتاع الصفقة سواء بيع أو شراء. وكالطبيعي في النماذج الأخرى، أمر وقف الخسارة هيكون أعلى قليلا من النقطة دي في حالة البيع، وأدنى قليلا من النقطة دي في حالة الشراء. أما أمر جني الأرباح فعادة ما بيكون عند النقطة B والنقطة A في النموذج، وده هنوضحه بالأمثلة دلوقتي. فكده احنا كده اتعرفنا على النموذج وشروط تكونه واستراتيجية التداول بتاعته، وعرفنا امتى ندخل الصفقة وامتى نحط
وفين نحط الستوب لوس بتاعنا وامتى نحط التيك بروفيت بتاعنا. هنيجي نشرح على بعض الأمثلة اللي استخرجتها من الشارت، تعالوا نبص عليها ونشوف. هنا زوج الاسترلينيين على النص ساعة، هنبص هنلاقي حركة هابطة على الشورت، كونت للضلع اكس ايه، انعكس السعر من النقطة ايه وابتدى يكون للضلع ايه بي، وزي ما قلنا البي لازم تكون عند 38 الى 61.8 من عشرة في التصحيح فيبوناتشي. هنلاقيها الشمعتين او السبايك ده تحت ال 61.8 من عشرة اهي، ابتدى ينعكس السعر مرة أخرى في نفس اتجاه الـ XA، هنلاقي تكون الضلع BC والنقطة C وصلت ل المفروض تكون ما بين 38.2 من عشرة إلى 88.6 من عشرة في الرينج دوت، هنلاقي وصلت ل 61.8 من عشرة من الضلع AB. هيبتدي يتكون الضلع الأخير من النموذج وهو الضلع CD، وهنلاقي النقطة دي وصلت عند امتداد فيبوناتشي 161.8 من عشرة من الضلع اكس اي، ووصلت ل 261.8 من عشرة ما بين الرينج ما بين 261.8 من عشرة و 361.8 من عشرة من الضلع بي سي. هنا اقدر ادخل الصفحة بتاعتي، ممكن ادخلها مع الشمعة الهابطة بعد الوصول للنقطة دي هنا مثلا، وهحط الستوب بتاعي أعلى النقطة دي مباشرة، وأحط التارجتس بتاعتي ممكن أوصلهم للتلاتة تارجت، لو التارجت الأولاني والتاني بعاد ممكن ده بيريش كراب. وزي ما شفنا وزي ما عرفنا وطبقنا على الشرط، عرفنا شكل النموذج بيبقى عامل ازاي، والميزه اللي في النموذج دوت عن بقيه النماذج ان الضلع السي دي بيكون الحركه بتاعته حاده شويه وبتوصل ل 161.8 من عشره من الضلع اكس اي، واحيانا بتوصل لما بين 261.8 من عشره الى 361.8 من عشره. تعال نشوف مثال تاني على البوليش كراب. هنبص هنا نلاقي حركة صعبة يكون لي الضلع اكس اي، بعد ما وصل السعر للنقطة اي هيبتدي ينعكس السعر ويكون لي الضلع اي بي. النقطة بي هنلاقيها صححت 50% من الضلع اكس اي، وزي ما اتفقنا ان التصحيح بتاعه لازم يوصل ما بين 38.2 من عشرة إلى 61.8 من عشرة. من النقطة B ابتدى يتكون الضلع BC اللي وصل عند 88.6 من عشرة بالظبط من الضلع AB. لو لاحظنا أو ركزنا شوية، ممكن لو ما فيش تريد عن طريق الهارمونيك ممكن تبص تلاقي إن دي ممكن نعتبرها دبل توب، وبرضه حققت نفس التارجت بتاع النموذج. ملحوظة سريعة كده، بعد ما وصل السعر للنقطة سي هيبتدي ينعكس السعر بحركة حادة ويكون لي الضلع سي دي الضلع الأخير، واللي بيوصل 161.8 من عشرة من الضلع اكس اي، وبيكون ما بين امتداد فيبوناتشي 261.8 من عشرة و 361.8 من عشرة امتداد فيبوناتشي من الضلع بي سي. احط امر الدخول بتاعي عند الشمعه الثانيه الصاعده، الستوب بتاعي ممكن يكون نحطه تحت 360.8 من عشره، تارجت اولاني عند الاكس وحققه، التارجت الثاني عند البي وحققه، جيت التارجت الثالث السعر ما قدرش يحققه، فنبص نشوف
هل في ممكن حاجة تمنع ان السعر يكمل؟ ممكن نشوف، ممكن يكون هنا في مقاومة عند النقطة ديت. نمسح بس الرسم، ممكن يعني يعتبر يعني نعتبر دي مقاومة في افاق السعر ما قدرش يخترقها ويستقر عليها. ممكن اقفل الصفقة بتاعتي عند المستوى ده ونعتبر ان ده كله مش موجود. فبعد ما حقق لي التارجت التاني، انا حركت الاستوب بتاعي بدل ما كان تحت الدي، ممكن احركه بعد ما احقق التارجت الاولاني، احط الاستوب بتاعي هنا احركه واسيب الصفقة بتاعتي تستمر الى تحقق لي التارجتس بتاعتي كلها. ما حققتش، انا حققت التارجت الاولاني وحققت التارجت التاني وحركت الاستوب بتاعي للتارجت الاولاني. كل ما بحقق تارجت بحرك الاستوب للتارجت ده. فحققت التارجت التاني ونزل ضربت الستوب، بس انا ضربت الستوب على ربح. نيجي ناخد مثال للديب بوليش كراب، برضو هنلاقي الضلع اكس اي حركة عادية على صعد على الشورت، جت النقطة A وانعكس عشان يكون لي الضلع AB، هنلاقيه وصل ل 88.6 من عشرة من الضلع AXA. انعكس السعر مرة تانية عشان يكون لي البي سي، واللي بيساوي أو وصل ل 38.2 من عشرة من الضلع AB، وده يعتبر نموذج بيرفكت. يعني عند النسب بالظبط 88.6 من عشرة عند 38.2 من عشرة، وهنلاقي الضلع سي دي الضلع الأخير وصل إلى 161.8 من عشرة في المية امتداد فيبوناتشي من الضلع اكس اي، وما بين 224% إلى 361 تصحيح أو امتداد فيبوناتشي من الضلع بي سي. كده أدخل الصفقة بتاعتي عند النقطة او عند الشمعة الصاعدة ديت، واحط الستوب بتاعي تحت الدي مباشرة. انا بحط الستوب بتاعي عند نقطة معقولة، يعني مثلا لو النقطة دي 160 ب 8 من عشرة وصل هنا بالظبط السعر عندها، وحط ممكن احط الستوب بتاعي هنا، ولو المسافة دي بعيدة وممكن النقط بتاعتها تبقى كبيرة، ممكن احط الستوب عند الدي عند ال 161 و8 من عشرة. لو المستوى ده قريب من ال 161 مثلا هنا، ممكن احط الستوب تحتي. فحددت التارجتس بتاعتي عند النقطه بي او عند النقطه اكس ال 2 1 السعر حققها، عند النقطه سي والسعر ما قدرش يحققها وبدا ينعكس السعر عليه. هنلاحظ هنا عند النقطه دي بالظبط، ممكن المستوى ده كده ممكن نعتبره مقاومه. ممكن بعد ما حققت التارجت الاولاني احرك الاستوب بتاعي هنا واسيب صفقتي، اما تتحقق التارجت الثاني والثالث، واما السعر يرتد مره اخرى للهبوط. كده في النهايه وصلنا لنهايه محاضرتنا، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم على نموذج جديد، والاسبوع اللي بعده ان شاء الله نموذج جديد آخر. أما الأسبوع الأول من شهر مارس إن شاء الله هيكون في محاضرة شاملة وكاملة لكل نماذج الهارمونيك، مع إن شاء الله ملف يحتوي على كل النماذج وكل النسب الخاصة بكل نموذج، زي ملف تعليمي كده إن شاء الله يكون متاح بين إيديكم. في النهاية حابب أستفسر أو أعرف منكم، هل في أي استفسار أو أي سؤال أقدر أفيدكم بيه؟ هل في حاجة مش واضحة؟ حاجة ممكن نعيد شرحها مرة تانية؟ في أي استفسار أو أي سؤال؟ شكرا ليك يا أستاذ أسامة. إن شاء الله الأسبوع الجاي هنتكلم على نموذج الخفاش أو البات باترن. أي طلب أو أي استفسار تاني؟ شكرا الناس اللي حاضرة معانا، كله فاهم كل حاجة في المحاضرة؟ أوكي، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم،
وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.